نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الأشواط شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. شوطنا الرابع الذي تمت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان. من أشواط الانتاج المسافة المعتادة والمقررة هي 3 كيلومترات، انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع في هذا النقل الحي والمباشر لقناة دبي ريسينج اللي تنقل هذه الأحداث أيضا من هذا الموقع من ميدان دستور أحد ميادين المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة، وأرى مستحيل من قاد المجموعة عمير بن حزمي بن قناص العامري من يتابع انطلاقة مستحيل. المركز الثاني هداد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، ننطلق مع المركز الثالث ومن الجانب الآخر شاهين محمد بن سعيد بن عبيد الحميري من ينطلق مع المركز الثالث ورابع. التحديات رهني محبوب سلطان بن محمد بن مسفر المنصوري من يتابع انطلاقة محبوب، ومع المركز الخامس صوغان المسري بن سالم بالعرض الحميري، ننطلق مع المركز السادس كي أرى سراب محمد بن حمدان بن محمد الحميري، وسابعا القدوم لمياس أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يتابع انطلاقة مياس، مع المركز السابع ثامن الانطلاقات مهم لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، ومع المركز التاسع القدوم من أشقر سعيد بن عيد بالكوس من يتابع انطلاقة أشقر، مع المركز التاسع عاشرا الانطلاق للباسل والكريبي بن جابر بن حمد الغفراني المري من يتابع انطلاقة الباسل مع المركز العاشر. هذه النتيجة، ولكن نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط والتغيير، التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. أرهني صغان من قاد المجموعة بالشعار مسري بن سالم بالعرطي، الحميري مياس مع المركز الثاني أحمد بن محمد بن كراز المهيري ينطلق أيضا مع المقدمة والصدارة. المركز الثالث مستحيل لعمير بالحزمي بن قناص العامري، ننطلق مع المركز الرابع نتابع هداد، مع المركز الرابع ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، ومن الجانب الآخر القدوم لسراب محمد بن حمدان بن محمد الحميري، ومع المركز الخامس أرهني مياس أحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري يتدخل أيضا مع المركز الخامس. ونتابع مهدي، من بدأ يتسلل خالد بن حميد بن حارم المهيري. يا سلام، التحديات رائعة، ولكن نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، ومياس من قاد المجموعة، مياس من انطلق بالصدارة، أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يتابع انطلاقة مياس. المركز الثاني نتابع سراب من الجانب الآخر لمحمد بن حمدان الحميري، ومع المركز الثالث وصل مهدي، ومهدي اللعب حتى هذه اللحظات. خالد بن حميد بن حارب المهيري من يتابع انطلاقة مهدي مع المركز الثاني، المركز الثالث أرى التسلل الانطلاق الجميل، وأرى صغان بدأ يتسلل مع المركز الثالث لمسري بن سالم بالعرطي الحميري. واللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. يا سلام يا سلام يا سلام، مياس على الصدارة، مياس على المقدمة، يقود المجموعة بدون أي أوامر، تذكر حتى هذه اللحظات. يا سلام، مياس على الصدارة، أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يتابع، انطلاقة مياس. المركز الثاني، القدوم أيضا من مهدي خالد بن حميد بن حارب المهيري، ولا لكن مياس، على الصدارة. على فكرة لم يذق طعم الهزيمة من بداية هذا الموسم. تهانينا لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، وسلام يا زعبي السلام اللي وصل مع المركز الثاني مهدي خالد بن حميد بن حارب، المركز الثالث لمسري بن سالم بالعرض الحميري، المركز الرابع الأخطبوط لمحمد بن سالم بن نايع الغفري، والمركز الخامس الباسل الكريبي بن جابر بن حمد الغفراني. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. عود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا
الكرام ولحظات وصول مياس إلى خط النهاية، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4:46 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول المركز الثاني مهدي 4:48 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لخالد بن حميد بن حارب المهيري، واللي وصل مع المركز الثالث صوغان يصل مع المركز الثالث، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4:50 بالوفاء والتمام. تهانينا لمسري بن سالم بن عرطي الحميري.